السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتعلم كيف نضيف خريطة لموقعنا. فالآن في الفيديو السابق رأينا كيف ضفنا صفحة جديدة، فنضغط الصفحة المراد إضافة خريطة لها. فنلاحظ أن احنا في Pages صفحات، نضغط على Insert لإضافة عنصر جديد في الصفحة، ثم نذهب في الأسفل في شيء اسمه ماب، خريطة. اضغط على خريطة تظهر لنا خريطة. إذا ما كانت خريطة الكويت ممكن تكتبون تعرف على موقعي فيعرف أنها خريطة الكويت، أو بالسيرش هني نكتب مثلا كلية الهندسة والبترول فيودينا على طول على كلية الهندسة والبترول. نستطيع ان نضغط كنترول وتسوي بالسكرول باك حتى نشوف اكثر، لكن اذا عجبنا مكان الدبوس او نحطه في مكان مختلف. اذا عجبني مكانه اضغط على سيلكت فوضع لي الخريطة في هذا المكان في مربع. استطيع ان اضيف كلمة هنا، كيف؟ عن طريق التكست بوكس. ازقر هذه شوي، خليها واكتب مكتبي في مبنى 14 خ كلية الهندسة والبترول الدور الثاني قسم هندسة الكمبيوتر مكتب رقم 82. أحلى لو حطيتها هني بالشكل هذا، فيصير هذا الكلام، هذه الخريطة، كل شيء تمام. نشوف شكلها، هذا فيما لو كان على الكمبيوتر، فيما لو كان على الآيباد بالشكل هذا. طيب بالتليفون كيف هذا الاثنين يصيرون جنب بعض؟ خلينا نشوف. صارت بالشكل هذا، شوف شلون رتبها تحت بعض. فإمكانيات عجيبة وتفاعل جدا سهل. فبهذه الطريقة نستطيع أن ننشئ الموقع ونضيف موقعنا. احتمال نحتاج نعدل الصورة بحيث تتوافق مع مثلا كلية الهندسة، يا اما تكون نفس الصورة اللي احنا اخترناها حتى تكون متماشية، او تكون مثلا شيء له علاقة مثلا في الموقع. اذا عندنا صورة كلية الهندسة مثلا صورتها اقدر ارفعها، خلينا نحط لكم اياها في الفيديو القادم، او ان نبحثها كلية الهندسة والبترول. كلية رول جامعة الكويت، ولا واحدة منهم، خلنا نكتب جامعة الكويت. نكتب جامعة الكويت أول، كلية الهندسة. كلية الهندسة قريب. كلية الهندسة الخالدية طيب لو حطيت الهندسة والبترول.
او اني انزلها وارفعها بعدين. لكن لو على فرضا كانت هذه الصورة، لو حطيت سيلكت يضعها بطريقة احترافية، فهني عندهم يتم تضبيطها بطريقة جدا جميلة. فهذا موقعنا يصير بالشكل هذا. إذا ضغطت publish راح يتم نشرها. إذا ضغطت publish راح يقول لي إن ترى ويب ادرس اختار لها عنوان، راح يكون سايتس جوجل كوم سلاش فيو، وحط هني مثلا دكتور مطوع سايت، هذا تيكن، اكتب سايت. فنعم غير مأخوذ، مجرد ما اضغط على ببلش راح يتم حجز هذا العنوان على الانترنت لهذا الموقع. فاي شخص اي مكان بالعالم اقول له ترى موقعي sites.google.com/view دكتور مطوع سايت، راح يدخل ويشوف الموقع مالي، يشوف خليني احجزه قبل احد ياخذه. request public search engine not display my site. اذا ضغطت على هذا ما يستطيعون الناس يصلون اليك عن طريق البحث بالسيرش انجن، اذا كان موقعك خاص وما تبي النشر فاضغط هذه. لكن الاعدادات العامه من غير ما تضغطها حتى اي واحد يسوي سيرش يستطيع ان يجدك. فسويت ببلش، حجزت العنوان هذا حقي الحين. فالان اذا سويت بريفيو صارت بالشكل هذا فيما لو كان على الموبايل، هذا اذا كان على التابلت، هذا اذا كان على الكمبيوتر. انزين تشوفون هني العنوان مو نفس اللي انا قال لي، لان هذا الداخلي، هذا بيني وبين جوجل. لكن لو انا كتبت هني، كتبت مثلا sites.google.com بعدين view بعدين سلاش بعدين كتبت له دكتور مطوع سايت، اضغط انتر اعطاني اياها على طول. ماشي، وبذلك نصل الى نهاية هذا الدرس، واتمنى ان كل واحد يسوي فيكم موقع خاص فيه ويقسمه الى صفحات ويضع خريطة ويضع نص، وممكن انه يضعها بطريقة جنب بعض او تحت بعض بحيث انها تتوافق مع محتوى الموقع اللي هو حاب انه يسويه.